القاعدة الثالثة عشرة: لا حاكم كونا وشرعا إلا الله تبارك وتعالى. لا حاكم كونا وشرعا إلا الله تبارك وتعالى. فكما أنه لا يحكم في كونه إلا هو وحده لا شريك له، فكذلك يجب علينا أن نوحده في الحكم الشرعي. فكما أنه لا حاكم في كونه إلا وحده، إلا هو وحده لا شريك له، فكذلك لا حاكم في شرعه إلا هو وحده لا شريك له. والناس إنما أشركوا مع الله عز وجل حاكما في مسائل التشريع، لكن لا يستطيعون أن ينسبوا الحكم الكوني لغيره تبارك وتعالى إلا ظلما وعدوانا وجهلا. فمن الذي حكم بأن الشمس تخرج من المشرق وتغرب في المغرب؟ الله، هذا حكم كوني. هل يستطيع أحد أن ينازع الله في هذا الحكم؟ الجواب لا. ولذلك فضح الله النمرود في مناظرته لإبراهيم بقوله: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فكذلك أيضا أحكامه الشرعية لا يجوز لنا أن نستبدلها بأحكام وقوانين أرضية، فيجب علينا حكاما ومحكومين، أمراء ومأمورين، أن لا نحكم بين الناس إلا بشريعة الله عز وجل، وأن لا نتحاكم إلا بشريعة الله، إلا إلى شريعة الله تبارك وتعالى. فكل حكم قرره البشر على خلاف شريعة الله فهو من أحكام الجاهلية. كل حكم قرره البشر على خلاف شريعة الله عز وجل فهو من أحكام الجاهلية. وبناء على ذلك يقول الله عز وجل: له الحكم وإليه ترجعون، أي لا حاكم إلا هو. ويقول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول الله تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله، فلا حاكم كونا ولا شرعا إلا الله تبارك وتعالى. والله أعلم.